أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه بقبعة نزلت التوراة وفاتوا بتوراة مكتوها إنهم صادقين. فمن اعتدى على الله كذبا من ذلك فأولئك هم الظالمون.
وقد نصركم الله ببدر ما زلتم.
ما توقف.